بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذا هو الدرس الخامس في اقتصاديات الموارد والبيئة، لكنه درس موجه إلى طلبة الموارد اقتصاديات الموارد والبيئة لبرنامج الماجستير، فأرجو الانتباه من بقية الطلبة وخاصة في درجة البكالوريوس. الآن أرجو أن أذكر بالمحاضرة السابقة، المقطع السابق، لأننا تحدثنا عن ما يعرف بالإنتروبيا والإنتروبي، بأن الانتقال من حالة الانتظام إلى حالة البعثرة. في هذا الشكل الغريب هناك مجموعة من اللبنات مبنية بطريقة منتظمة، فعندي أربعة في الصف الأسفل، في فوق الأسفل ثلاثة، اثنتان منهما في الصف الثالث، والأخير هناك لبنة واحدة تبعثرت نتيجة لأي عمل. فالآن حتى نحتاج، طبعا انتقلنا من نظام إلى انتظام، من النظام إلى البعثرة، حتى نعيدها نحتاج إلى شغل طاقة، معنى ذلك بأن هناك كلفة. الأدهى من ذلك بأن الانتروبيا أو اللي هو الانتقال من حالة الانتظام إلى حالة البعثرة ترتفع باضطراب في نظام مغلق، وسأذكر بالأنظمة التي ذكرناها في المقاطع السابقة. الآن قوانين الطاقة، قانون الحرارة الحركية الأول والثاني اللي هو First and Second Law of Thermodynamics، ترجمتها ترجمة بتصرف الحرارة الحركية المتحركة، وطبعا القانون الأول والثاني. من الأهمية مكان أن نتذكر وندرك معنى الأنظمة الاقتصادية البيئية كالمفتوح الأوبن سيستم، المغلق Closed System، والمنعزل أو الأنظمة المنعزلة اللي هي Isolated System. ولا بد من توسيع قاعدة معرفتنا بمثل هذه النظم الاقتصادية البيئية، وخاصة في مجال الطاقة، وسأذكر طبعا ببعض المعاني إن شاء الله تبعا. الآن قانون الحرارة الحركية الأول First Law of Thermodynamics، ينص هذا القانون على أن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث، ولكن يمكن أن تتحول من شكل إلى آخر، وهذا القانون هو ما يسمى بقانون حفظ الطاقة أو Law of Conservation of Energy. لأن هذا الشكل الغريب اللي هنا عبارة عن عجلتين مربوطات بمحور، والمحور مربوط بمسننات، مسننات اللي هي أدوات أو آلات نقل الحركة، أجهزة نقل الحركة. فالآن عندما ينتج المحرك طاقة حتى يحرك هذه اللي هي أجهزة نقل الحركة، فإنه يفقد أو الطاقة تتحول إلى شكلين، شكل حركة اللي هو على شكل شغل، فالرقم المختار هنا 20% يذهب على شكل طاقة حركية اللي هو شغل، لكن الطاقة المبددة كانت أكبر بكثير من 20% وهو 80%، لأنه مجموعة يجب أن يكون 100% من وحدات الطاقة المولدة. وبالتالي هنا الشغل الطاقة التي استفدنا منها تعتمد على ما يسمى بنجاعة النظام المغلق اللي هو Efficiency of a Closed System. وذكرنا أمثلة عليه، أنه مثلاً الأرض هي open system يتلقى يعني طاقة، لكن النظام الاقتصادي مغلق يعني يتلقى موارد من الأرض لكنه يبددها، ولا يمكن استعادة الطاقة التي تذهب. لنفترض يعني استخدمنا احنا الوقود الأحفوري اللي هو النفط كي نولد طاقة، فهذا النفط سيذهب إلى غير الرجعة، ونفقد كمية كبيرة من مواردنا. وبالتالي هنا نجاعة النظام هنا 20 إلى 80، معنى آخر بأنه غير كفؤ أو انعدمت النجاعة فيه إلى الحد الذي يعني ذهب معظم الطاقة على شكل طاقة حرارية مبددة. الآن قانون الحرارة الحركية الثانية Second Law of Thermodynamics بيقول هذا القانون لا تتدفق الحرارة إلا باتجاه واحد، وهناك تبعات اقتصادية لهذا الكلام إن شاء الله سأأتي تباعا على شرحه. إذن لا تتدفق الحرارة إلا باتجاه واحد وعلى وجه الخصوص، من الجسم الساخن إلى الجسم الأقل سخونة أو البارد. فعندي هذا الشكل، هناك وعاءان، وعاء يحتوي السائل الساخن ووعاء يحتوي سائل أقل سخونة. وبالتالي حسب قانون الثيرموديناميكس الثاني أو قانون الحرارة الحركية الثاني، تنتقل الحرارة الآن أي الطاقة يعني من السائل الساخن إلى السائل الأقل سخونة بهذا الاتجاه من اليسار إلى اليمين. وبالتالي هنا الانتروبيا تتعاظم، التغير في الانتروبي معرفة على شكل دلتا S تساوي دلتا Q، حيث دلتا Q اللي هي التغير في كمية الحرارة مقسم على اللي هي درجة الحرارة.
إذا الإنتروبي هون تزداد حسب هذا القانون. مثال: عندما تتحول طاقة الحركة إلى طاقة حرارية، أو الطاقة الحرارية إلى طاقة حرارية، فإن البيئة المحيطة بالآلة، الآلة التي تنتج الحرارة، السخان على سبيل المثال أو المحرك أو ما شابه، وهي تمثل نظاما مغلقا، هذه البيئة المحيطة بالآلة تمتص جزءا من الطاقة المحولة. وعلى سبيل المثال لو كان مقدار طاقة الحركة 10 وحدات أو 10 وحدات تحولت إلى حرارة، فإن الحرارة النهائية الناتجة والمتدفقة خلال النظام التي تعمل به ستكون أقل من 10، لأن جزءا منها قد تسرب في النظام نفسه بشكل غير قابل للإرجاع، أو بسموها irreversible process اللي هي يعني سيرورة غير قابل للإرجاع. على سبيل المثال الآن استخدمنا محرك كي يولد طاقة حرارية، هذا الآن المحرك سيبدد كثير من الطاقة بالأجهزة وأجهزة نقل الحركة وبالأسلاك وبالبيئة المحيطة، وبعطينا الآن الطاقة الحرارية الصافية بتكون أقل بكثير من التي أنتجها، لأن تدفق الحرارة لا يكون إلا من الجسم الساخن إلى الجسم البارد، أو العفو اللي هو أقل سخونة طبعا. هذا المنظر هنا عند الشكل، في عندي الآن محرك كيفما اتفق ولد أو يعني قام بتوليد 10 وحدات حرارة، في لأنه نظام مغلق الآن عادت إلى السيستم أو النظام على شكل أقل، هو 5 وحدات على سبيل المثال لكنها أقل. التماثل مع النظام الاقتصادي، سبحان الله، الله سبحانه وتعالى البارئ الخالق هو الذي خلق كل هالأنظمة هاي، ونبه الإنسان وعلم الإنسان ما لم يعلم. هناك تماثل عجيب بين الأنظمة الاقتصادية والأنظمة الفيزيائية التي لا دخل الإنسان بها، كأن نقول يعني النظام المغلق والنظام المفتوح وما شابه. فهناك ظاهرتان متماثلتان مع قانوني الحرارة الحركية الأول والثاني. الأول نموذج الجاذبية هو جرافيتي موديل، سأشرح إن شاء الله بعد قليل، في التجارة الدولية والتنمية المحلية domestic development. نموذج الجاذبية في تاريخ الفكر الاقتصادي، يعني أشرح هنا اقتصاديات الموارد والبيئة والتجارة المحلية والإقليمية والدولية، وعلم السكان هو إطار فكري يفسر ويشرح حركة السكان والموارد بين المدن والأقاليم داخل دولة ما، وبين دول وأقاليم وقارات على المستوى العالمي. نموذج الجاذبية يستخدم الاقتصاديون وعلماء جغرافيا الموارد نموذج الجاذبية في التنبؤ بأنماط الهجرة وحركة السكان والموارد الاقتصادية داخل دولة ما، وحركة البشر من مكان إلى آخر، وقد اكتشف تطبيقه على حركة السكان والبضائع المهندس البلجيكي هنري دايرات وفي العام 1846، ورصد قوة تطبيقه عالم السكان الجغرافي جورج ريفنستاين الذي عاش في الفترة 1834 إلى 1913، واستخدمه على الخط الطباعي هنا، استخدمه بعد ذلك علماء اقتصاد الموارد البيئة واقتصاديات الموارد البيئة، لكن أصله يعود إلى قانون الجاذبية الكونية Law of Universal Gravity الذي اكتشفه عالم الرياضيات والفيزياء إسحاق نيوتن. ينظر الاقتصاديون إلى السكان والموارد الاقتصادية باعتبارها قوة جاذبة Force of Attraction أو Forces of Attraction تتناسب مع حجم كل منهما، وتعمل هذه القوى على جذب مزيد من السكان والموارد نحو المناطق عالية السكان وعالية وكثيرة الموارد. يعني معنى آخر، الجسم السكاني الكبير يجذب إليه جسم سكاني آخر أقل حجما. يعني إذا كان في عندي بلدة فيها 100,000 وفي قرية أو بعض أطراف اللي هذا عندي مثلا 10,000، فإنهم ينجذبوا إلى الجسم الأكبر لأسباب عديدة، منها يعني التماس الرزق وما شابه، لأنه كثرة الناس. وكلما زاد عدد السكان بين المكانين زادت قوة التجاذب بينهما، ما يعني بأن الموارد والسكان تتحرك من المناطق المتوافرة فيها بشكل أقل كما عددا وتنوعا إلى المناطق التي تتوافر فيها بشكل أكثر كما عددا وتنوعا، ويلجأ الاقتصاديون إلى استخدام صورة معدلة من قانون جاذبية لنيوتن. وهذا هو الآن القانون، قانون الجاذبية بيقول لي أن قوة الجذب بين مدينتين على سبيل المثال سين والمدينة صاد، المدينة سين والمدينة صاد والمسافة بينهما، فإذا ضربنا عدد السكان في المدينة سين ضرب عدد السكان في المدينة صاد وقسمنا المسافة على بين المدينتين نحصل على قوة الجذب بين المدينتين. على سبيل المثال لو كان على السكان المدينة سين 1,000، يعني كمثال
وعدد سكان مدينة صاد 500 والمسافة بينهما 50 كيلومتر، فإن قوة الجذب تكون اللي هي 1000 في 500، 500 ألف مقسم على 50 تعطينا 10,000 أو 10,000 وحدة بهذه الحالة. نموذج الجاذبية، نموذج الجاذبية الآن يبين الشكل الآتي بأن المسافة بين سين وصاد قليلة. ما يعني، دعني أضع هنا، ما يعني بأن قوة الجذب تكون عالية. الآن بين سين وصاد قليلة، وبالتالي الآن سين تجذب صاد بشكل كبير جدا، لكن الحجم الأكبر للمدينة جيم وبعد المسافة عن سين يعملان على تعديل قوة الجذب، إذ تكون مساوية قوة الجذب بين سين وصاد. بمعنى آخر الآن جيم أكبر من صاد، سين أكبر منهما اثنين، لكن المسافة هون قليلة، المسافة هون بعيدة. ممكن الآن هذه الآن المدينة تعدل قوة الجذب من 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 صاد إلى سين ومن جيم إلى سين وهكذا. نموذج جاذبي في التجارة الدولية، هذا النموذج يفسر نفسه بنفسه، بمعنى آخر بأن الدولة الأكثر سلعا والأكثر قوة تجارية تجذب الدول أو الاقتصادات القليلة. مثل على سبيل المثال عندي اقتصاد الأردن مقابل اقتصاد الصين، من الذي يصدر أكثر، من الذي يستورد أكثر وهكذا. نموذج السحب والطرد المركزي في التنمية، Centrifugal Development Model، هذا من أهم النماذج الآن المبتكرة خلال فقط يعني بجوز العقد الماضي، ودعني أفسره على شكل رسومات وبعد حديث يعني. طبعا يتخذ القرار الاستثماري بواسطة السلطة السياسية المركزية Central Political Authority، كأن نقول مثلا عندي عمان العاصمة فيها المركز السياسي، وبالتالي الآن كل المواد الاقتصادية اللي خاصة مملوكة بشكل يعني من قبل الحكومة أو السلطة المركزية تخصص allocated حسب قرارات سياسية من المركز. كذلك الأمر لأنه الآن هنا قوة الحكومة فتجذب إليها السكان، يعني عمان تجذب إليها السكان، وبالتالي هي انبنت ورعت ونمت على حساب الأطراف الأخرى زي مثل السلط، مثل الزرقاء، مثل المفرق، مثل إربد وهكذا. فالآن يتخذ القرار الاستثماري بواسطة السلطة السياسية Central Political Authority، كأن نقول الحكومة في العاصمة، وتوزع المواد الاقتصادية بناء على القرار السياسي في المركز كما ذكرت قبل قليل العاصمة مثلا. وتشمل الموارد في هذا التصور الأرض، العمالة، رأس المال والتنظيم، إضافة للمؤسسات الشكلية الفورمال انستتيوشنز، القوانين اللي هي التشريعات والقرارات المتعلقة بكل ذلك. وبواسطة هذه الترتيبات تخصص الموارد وتبدأ التنمية في المركز. لاحظوا معي أرجوكم، تبدأ التنمية في المركز كأن نقول الرباط وبقية المدن المغربية، كأن نقول الجزائر وبقية الرياض وبقية المدن في المملكة العربية السعودية، القاهرة وبقية المدن في مصر وهكذا. طبعا هنا المركز، وتؤدي إلى توظيف مكثف ومتسارع الموارد المتاحة في المركز والمناطق المحيطة به، ونتيجة لحالة النمو الاقتصادي المحلي للمركز ترتفع الأجور والرواتب في المركز وتزداد الفرص الاستثمارية، ما يؤدي في فترات متلاحقة إلى تحفيز الموارد الاقتصادية النقال الموبايل كالعمالة ورأس المال والتنظيم في الأطراف. الآن يعني عندي عمان العاصمة، لكن الأطراف السلط، الزرقاء، المفرق، الكرك، الطفيلة، إربد على سبيل المثال، لأن الآن المركز جذب هذه الأطراف، فإن الموارد الاقتصادية النقالة مثل العمالة ورأس المال والتنظيم في هذه المراكز اللي هي الأطراف عفوا تنتقل للاستفادة من حالة التنمية في المركز والانجذاب، ثم الانتقال البطيء لهذه الموارد نحو المركز، أي انجذاب الموارد من الجسم الفقير إلى الجسم الغني. وهذه الحالة مدعومة نظريا بما يسمى نموذج الجاذبية الذي ذكرناه قبل قليل اللي هو Gravity Model of Trade، ونموذج الجاذبية في الهجرة Gravity Model of Migration كما ذكرت قبل قليل. نموذج السحب والطرد بالتمثيل الصوري، الآن في عندي الآن هنا المركز في الطرف الأيمن، هنا الآن طريق الموارد نحو المركز مفتوحة دائما لكن باتجاه واحد، الموارد تأتي من الأطراف تنتقل عبر الصمام إلى المركز لكنها لا يمكن أن ترجع إلى الأطراف. ما يعني الآن بأن هذا النموذج يفسر كثير من غنى المدن المركزية في الدول مثلا العربية أو الدول النامية، وفقر الدول أو المدن الطرفية أو البلدات الطرفية. هون الآن المركز هو يجذب من الأطراف المحلية، لكن بعد حين لا تعود الموارد ومكتسبات التنمية إلى الأطراف المحلية،
تنطرد أو تطرد خارج النظام الوطني كليات، وتذهب إلى مدن مثلا كبيرة مثل جنيف أو لندن أو نيويورك وهكذا. المنتج المدخل المتبادل throughput، وهذا هذا من الأفكار مهمة جدا التي يجب أن يتعرف عليها طلبة ماجستير في اقتصاديات الموارد البيئة. يعرف المنتج المدخل المتبادل throughput بين النظام الاجتماعي الاقتصادي والنظام البيئي الإيكولوجي بأنه رأس المال الطبيعي والخدمات التي تزودها الطبيعة إلى الاقتصاد الإنساني، وما يعود من الاقتصاد الإنساني إلى البيئة والإيكولوجيا على شكل نفايات ومخلفات ومخلفات ومخرجات أخرى. فعندي الآن سبحان الله الإيكولوجيا، النظام البيئي الآن جزء من هذه الإيكولوجيا، يعطي رأس مال وخدمات طبيعية إلى الاقتصاد. الاقتصاد ينتج السلع والخدمات وتستفيد منها البشرية، لكنه بالأخير المجتمعات البشرية ترمي الآن ثروبوت، لأن هون ثروبوت في هذه الحالة اللي هو المنتج المدخل المتبادل، هنا ثروبوت هو عبارة عن خدمات طبيعية كالموارد الطبيعية، أشجار، نباتات، حيوانات، مياه عذبة، نفط، غاز، معادن وما شابه. الآن عندما تدخل في النظام المغلق اللي هو النظام الاقتصادي الذي يبددها، ترجع إلى البيئة والإيكولوجيا على شكل نفايات وتلوث، وهذا هو الآن ما يسمى بالمنتج المدخل، المنتج المدخل المتبادل throughput، وهي العلاقة بين النظام الإنساني والنظام الطبيعي. الكتل الحيوية biomass، تأتي الكتل الحيوية biomass على شكلين رئيسيين، الكتل الحيوية البحرية marine biomass، يعني كل شيء يأتي من البحر ويستفيد منه البشر في صناعاتهم، في تغذيتهم وما شابه، وهي كتلة الكائنات الحية التي تعيش في المحيطات والبحار والبحيرات والأنهار، وتشمل طبعا الأسماك بأنواعها والنباتات البحرية. أما الكتلة الحيوية البرية اللي هي land biomass، وهي كتلة النبات بما فيها الأشجار والحيوانات، وقد سميت كتلة حيوية لأنها حية بيولوجية وتحتوي طاقة، وهنا مكمن الآن المعنى بالكتلة الحيوية. الكتلة الحيوية المتعلقة بالطاقة تعرف بأنها كمية المواد العضوية الصلبة المستخدمة في إنتاج الطاقة، وعادة ما يتم ربط الكتلة الحيوية بكمية المياه، وأرجو الانتباه إلى هنا، يعني إلى هذا المعنى هون، مرتبطة بكمية المياه التي، عفوا على الخطأ الطباعي، التي تستهلكها النباتات بما فيها الأشجار لتكوين الخشب ثم حرقه من أجل الطاقة. هناك تقديرات، وأرجو الانتباه لهذه المعلومة أحبة الطلبة، هناك تقديرات مختلفة باختلاف نوعية المواد العضوية الداخلة في إنتاج الطاقة، وتختلف كمية المياه المطلوبة للحصول على الكتلة الحيوية من النباتات والمواد العضوية مختلفة. وعلى سبيل المثال، بينت أبحاث بعض العلماء بأن الكمية المطلوبة من المياه العذبة تبلغ متر مكعب من المياه العذبة لكل أقل من 2 كيلوغرام من الكتلة الحيوية، 1.7 من كيلوغرام من الكتلة الحيوية، أو لتر واحد من المياه العذبة لإنتاج غرامين، 2 غرام تقريبا من الكتلة الحيوية. وهناك أرجو المعذرة على هذا الخطأ الطباعي، هناك تقديرات أخرى ترفع قليلا من كمية المياه العذبة التي تحتاجها الكتلة الحيوية النباتية من أجل تكوين المادة الصلبة. استخدام الكتلة الحيوية في إنتاج الطاقة، انظروا إلى هذا الشكل الغريب الآن، الشمس اللي هو من خلال يعني الأشعة يحدث في سيقان الأشجار وأوراقها والأغصان كلها، الآن عملية تمثيل الضوئي اللي هو فوتوسينثيسيس الآن تنتج هذه الطاقة وتخزنها بالخشب. الأخشاب عندما تقطع هذه السيقان وأغصان الخشب يقوم تقطيعها الآن بعد ما أنه يعني كبرت إلى الحد الذي تعطي طاقة أكثر، يتم حرقها في أفران، هنا ماء مغلي، بعطين الماء المغلي البخار يذهب إلى المكبس، المكبس بعطيني طاقة حركة ويمكن استخدامها الآن في عمليات الإنتاج والاستهلاك اللي المنزلي والصناعي وما شابه. آخر فكرة بتحدث عنها في هذا المقطع، المرض الهولندي دوتش ديزيز. دوتش ديزيز عندما يسود نمط واحد من صادرات الموارد الطبيعية كالوقود الأحفوري النفط، يعني في حالة الدولة العربية، فإن الاقتصاد المحلي يعتمد على الدخل المتأتي من صادرات هذا المورد، ويرتفع الدخل الوطني بسببه. يعني عندما نتحدث الآن عن صادرات النفط للدول العربية النفطية بتكون عالية جدا، الدخل عالي،
لكن المشكلة أن هذه الدول تعاني مما يسمى المرض الهولندي، لأن بقية القطاعات إلا النفط والمتعلق فيه، بقية القطاعات الاقتصادية تصاب بما يقترب من الشلل، لأن ارتفاع أسعار عوامل الإنتاج بسبب هذا المرض يعطل الاستثمار فيها ببقية القطاعات مثل الزراعة وما شابه. في كثير من البلاد المصدر أنه واحد من الموارد الطبيعية غير متجددة، النفط غير متجدد بهذه الحالة، وبخاصة النفط الخام، أدت العوائد المتأتية منه إلى زيادة متوسط الرفاه المادي وقللت من البطالة، لكنها عملت في الوقت نفسه على تعظيم العائد الريعي اللي هو رنت ايكونومي، من أبسط الأنشطة غير الإنتاجية، وتقليل الحوافز نحو العمل الإنتاجي، وزادت من التوقعات غير الممكنة، وسببت بالتالي إلى تشوه الإنتاج في القطاعات غير النفطية وبخاصة الزراعة. هذا الآن الشكل الأخير، عندي الصادرات الموارد الطبيعية، وطبعا نخص هون النفط اللي هو الوقود الأحفوري، لكن هذا كبر كثير كثير على حساب الصناعة، الإنشاءات والزراعة، ما يعني الآن بأن هذا الاقتصاد الذي يعاني من هذه الظاهرة يعاني من مرض اسمه المرض الهولندي. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن يكون قد قدم الفائدة المرجوة لطلبتي أحبتي في برنامج الماجستير في كل أقسام الاقتصاد في الدول العربية والإسلامية، وبخاصة جامعة يرموك إربد الأردن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.